تعتبر أمراض القلب هي الأمراض الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، وهي أحد أسباب الوفاة كمان على مستوى العالم. كيف فينا بنعيش بنظام صحي سليم المحافظة على قلبنا سليم؟ يمكن الظروف الاستثنائية اللي عم نعيشها صحياً مع انتشار فيروس كورونا، هذا الموضوع كتير مهم لأنه كمان بيأثر على الصحة اليوم ضمن الظروف اللي عم نعيشها. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأخصائية الصحية العلاجية الدكتورة نور مانستيرلي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور نور، بونجور ليا. بونجور، كيفك يا نور؟ الحمد لله مشتاقة لكم. يوم عجقة ومطر شوي عم تمطر صح؟ ايه كأنه هلا بلشت الشتاء. بلشت الشتاء ان شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. نور، بالبداية خلينا نحكي هيك مع بعض، يعني كثير نحن نتبع ببعض الأحيان نظام حياتي غلط، لايف ستايل بتكون هي كثير غلط، بنتبعها ان كان بالاكل، ان كان بعادات عم نعملها كل يوم، هي حياتنا يوميه هيك، بس نحن مشينا يمكن مع النظام الحياتي الغلط. خلينا نحكي يمكن شو هو النظام الحياتي الغلط وكيف فينا نحن نعمل لايف ستايل صح. هلا اول شيء كانت نور عم تقول انه مرض القلب هلا كثير هو سبب اساسي للوفاه صحيح. بالعالم. هلا بدي نوه على شغله، انه WHO هي منظمه الصحه العالميه اثبتت انه المسبب الرئيسي رقم واحد للوفاه بالعالم هو مرض القلب. ثاني شيء بال 2012 في دراسه اثبتت انه 30% من حالات الوفاه او 31% من حالات الوفاه اللي عم بتتم حول العالم بسبب امراض القلب والشرايين. فالقلب والشرايين ليكونوا بصحة جيدة إن كان أشخاص مصابين بهدول الأمراض أو غير مصابين بهدول الأمراض، لازم نغير اللايف ستايل تبعنا اللي نحن عايشين فيه. أول شيء نحاول نبعد عن التدخين. طبعا كل العالم هلأ مارقة بظروف نفسية، العالم عم تسمع بتقول لك مستحيل هيدا الشيء اللي عم تحكيه، مارقين بظروف نفسية سيئة. طبعا هلأ هو العالم عم تفشخ لا أكيد بالدخان أو بالأرجيلة، بس هي كمان مسبب كتير قوي للإصابة بأمراض القلب والشرايين. بالإضافة لهذا الشيء نحن عنا نظام الأكل اللي عم نتبعه اللي غني بالمقليات، الغني بالأشياء اللي عالية بالصوديوم والعالية بالأملاح السيئة، مليئة بالسك، بالإضافة لأنه مليئة بالمقليات والزيت الكتير ومدري شو، والأشياء اللي مليئة بالسكريات وعن السكريات الصناعية. نحن ما عم نحكي أبدا عن السكريات الطبيعية اللي بناخدها من الفواكه والهيك. هذا الشيء طبعا أثر على نمو جسمنا، نمو أطفالنا كمان. يعني بنشوف نحن اعمار صغيره، اطفال باعمار صغيره عم يطلع عندهم كوليسترول وشحوم ثلاثيه مرتفعه نتيجه الاكل الغلط. بالاضافه انه نحن ما كثير بنمارس تمارين رياضيه صح. يوميه، يعني اهم شيء نحن نبعد عن التدخين، نحاول انه نفوت الرياضه، عنصر الرياضه لحياتنا اليوميه، مينيموم كل يوم نص ساعه مشي او حركه، ما نضل قاعدين بنفس المكان، حتى لو شغلنا بيتطلب انه نحن نضل قاعدين بنفس المكان، بس نحاول انه نتحرك شوي. السبب الرئيسي الثالث لامراض القلب هو اضافه الدهون الغير مشبعه او سوري الدهون المشبعه لنظامنا الغذائي. الدهون المشبعه هي المليئه يعني بتشوفيها انت مشبعه بالدسم، يعني الاكلات الدسمه، الفاست فود، اي شيء بتحسيه انه مبين انه عم يلمع، هذا كلياته فيه دهون مشبعه. لحتى نحن نكفي بطريقه صح لازم ما تتجاوز هالكميه 10% من السعرات الحراريه او الطاقه اللي نحن ناخذها كل يوم. لا بتخيل يعني من 20 ل 30% من وجبتنا، يعني بتطلع الربع تماما، ربع الحصه، يعني ربع الوجبه الغذائيه. تماما ربع الوجبه الغذائيه، يعني هذا الشيء المسموح فيه. هلا الاغلاط اللي بنوقع فيها انه نحن مثلا اذا اخذنا فاست فود لسه بنكفيها بالبطاطا المقليه، بنكفيها بالمشروبات الغازيه وهدول الاشياء ومشروبات الطاقه كمان. بدنا نحاول نبعد عن هذا الشيء لحتى يعني اكلنا فاست فود خلص ضروري البطاطا، بناكل بطاطا بغير مره، بناكل بنشرب بيبسي بغير مره. يعني هدول الشغلات الرئيسيه هي الاساسيه اللي عم تسبب لنا هذا المرض، وخصوصا بالفتره الاخيره انه عند الاطفال والصغار
الصغار وحتى الكبار بالعمر هيدا الشيء يعني ممكن مع العمر ينصافي، بس الشباب كمان صحيح عم نشوف اعمار صغيره صح اللي عم ينصابوا بامراض القلب عم يسبب لهم جلطات مبكره، فالجلطه على عمر بكير بيعمل هي قاتله يعني. صحيح. الاستهلاك الكبير للكحول كمان بالفتره الاخيره يمكن عم تزداد هي الظاهره، انه كمان الاشخاص عم تنسى همها بالكحول وهيك اشياء اكيد لازم 100%، فهذا الشيء كمان بيسبب لنا امراض نصاب بامراض قلبيه وتتسكر الشرايين بكميه يعني بسرعه زمنيه كبيره. يمكن حكينا بشكل عام معك دكتوره نور، خلينا بالبدايه نعطي يمكن نظام صحي سليم، يعني قلنا هل أدربة حصة بس لكل الناس اللي عم يتابعونا، لأنه بتعرفي مثلا أنا ممكن روح لعند أمي بتلاقيها مادت لك صفرة من هون لهون، يعني هي مفهوم المحبة ومفهوم الدلال هي أنه أعمل لك كل الأكلات الطيبة، بس أنا قديش فيني فعلا يعني بدك تسايري بنفس الوقت وبنفس الوقت تاكلي ضمن المعقول، فخليني أعطي بعض النقاط الأساسية إن كان وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء شو ممكن آكل. أهم شغلة نبعد عن اللحوم الصناعية مثل المرتديلا النقانق الهوت دوغ، هدول أشياء مشبعة بالدهون المشبعة السيئة للجسم كلياتها دهون ممكن يعني تتراكم وتأثر على الدهون الحشوية يلي موجودة ضمن أجهزتنا. هاي الدهون الحشوية إذا زادت عن حدها ممكن تتراكم على الكبد أو على القلب تعمل لها تشحمات، مو بس على القلب كمان على الكبد، تسبب حالات وفاة كمان بشكل مبكر. بالإضافة لهذا الشيء نحاول نقلل من نسبة الصوديوم اللي فايت على جسمنا، يعني صوديوم نحن مو بس الملح اللي نحن بنملح فيه الأكل، لا صوديوم تشيبس البوب كورن حتى البشار لما نحن بناكله كمان هو بيقولوا لك انه البشار هو صحي، لا هو صحي بكميه معينه ما تتجاوز الكوب، يعني الزبديه الصغيره اللي هالقد قدها. لما بدنا نحن ناكل هي الزبديه الكبيره وكل السهره مقضينا عم ناكل عم نفوت ملح وعم نفوت زيت، هدول دهون كلها معنا جيدة. بالإضافة إنه مثل ما قلنا بنبعد عن السكريات، أكثر الناس ممكن تفوت على أقرب شيء إنه أقرب سوبر ماركت أو أقرب فرن تقول بدي كرواسون بدي دونات، هدول الأشياء مليئة أول شيء بالكربوهيدرات السيئة اللي هن النشويات نحن عم ناخذها مصادر سيئة، بالإضافة إنه نحن عم ناخذ زيوت معرضة أو مكررة كثير، كمان هذا الشيء كثير بيضرنا. بدنا نبعد عن المقليات، لما نحن كل مرة نقلي بنفس الزيت او حتى لو ثلاث مرات او مرتين لما نحن عم نقلي بنفس الزيت في ماده الاكريليميد، هيدي الماده لما بتتراكم على الاكل بتعملنا سميه، فنحن بنصير معرضين انه للاصابه بامراض سرطانيه اكثر خصوصا عند الاطفال. كل الاطفال بحبوا البطاطا المقليه وكلياتنا اصلا بنحبها، يعني ما بدنا نتخبى وراء اصبعاتنا. بنتي ما بتحبها هي حاله شاذه منيحه بدنا ولا هلا بدنا نحاول البطاطا المقليه ما بتحبها بس منيح هيدا شغله كثير منيحه، حاولي تستعيديها البطاطا المقليه بالبطاطا الحلوه، لانه يعني البطاطا الحلوه بتحتوي على ماده البيكو اللي هي هي الماده بتقوي الشرايين، بس كمان مثل ما بنقول دائما كل شيء زاد عن حد انقلب ضده، يعني فينا ناخذ قطعه باليوم مثلا قطعه بطاطا حلوه اهم من انه نحن ناخذ البطاطا العاديه. تمام. فيها فيتامينات وفيها فيتامين اي كمان هي كثير منيحه للبشره. بالاضافه انه لازم نكثر من شرب السوائل وخصوصا بالشتاء، نحن هذا الشيء ننساه بالشتاء لانه جسمنا ما بيطلب مي، فلهيك نحن بننسى بيقول خلص معناتها لو نحن بحاجه مي كنا شربنا، نحن لا لازم مينيموم من 6 ل 8 كاسات مي باليوم. بدنا ننتبه كمان لشغله انه السكريات الطبيعيه دائما نفوتها لنظامنا الغذائي، يعني نحن نستبدل السكريات الصناعيه والسكر الابيض بفواكه، بالفواكه الطازجه والفواكه المجففه كمان او العسل كمان طبعا العسل الزبيب التين والمشمش المجفف التمر كمان كلياتهم بيحتوي على سكريات طبيعيه. طب مثلا انا اوقات بقول لهم انه فيكم تاخذوا بدل كل قطعه فواكه ثلاث حبات تمر، فهنا بيفهموها غلط انه ايمت ما جاعوا ايمت ما جاعوا بدل ما ياكلوا شوكولا بياكلوا مثلا شي 10 حبات تمر، 10 حبات تمر يعني عن ثلاث اربع قطع فواكه. كمان بدنا ننتبه للكمية، يعني نحن بدنا ننتبه للكوانتيتي والكواليتي، الكواليتي هي أهم شغلة هي النوعية، بنرجع بننتبه بعدها للكوانتيتي هي الكمية، نحن ما فينا نتجاوز الحد الطبيعي لاحتياجات جسمنا، طول ما نحن عم نعطي النشويات من المصادر الجيدة، عم نعطي
الدهون من المصادر الجيدة مثل مثلا بذر الكتان بيحتوي على دهون جيدة، التونة بيحتوي على أوميجا 3 والأوميجا 3 هي دهون جيدة. بس بدنا ننتبه أنه التونة لما بتكون معلبة بزيت هذا شيء سيء، يفضل أن تكون معلبة بالماء لحتى تكون قليلة ب عاد المعلبة بزيت هي أغلى بتكون. تمام. لا آه هلا معلبة بالماء أغلى، مع بزيت الزيتون هي أغلى شيء. شوف هلا هو كل شيء بيقولوا هي أحسن شيء، كل شيء معلب بزياد بزيت وهو معبأ يعني وفي فترة صلاحية فهذا الشيء بيضر. دائما بنقلب اي علبة او اي منتج صناعي بنقلبه لورا بحطوا لك الانجريدينت والمقادير والمعايير الموجودة بكل علبة. فبدنا ننتبه للدهون المشبعة، هيدي لازم ما تكون بتتجاوز 0.1% لحتى ما تكون بتضرنا. الشغلة الثانية انه نحن بدنا ناخذ الدهون الجيده من الجوز واللوز. اللوز يعني حفنه صغيره من اللوز هي كافيه انها تعطينا كل احتياجاتنا من الدهون الجيده كل النهار. الجوز ما لازم يتجاوز ال 50 جرام، يعني هن او يعني بيطلع جوزتين لثلاث جوزات باليوم، واصلا شكل الجوزه هي مثل شكل الدماغ التلافيف الدماغيه فهو بيقوي كمان الذاكره. بس مو نص كيلو او تماما ونحط هيك صحن كبير ونبلش نقرشه كل الليل على شيء مسلسل او هيك. كمان بدي نوه على شغله، زيت الزيتون منيح بس بحدود، كمان زيت الزيتون اوقات بيرفع من نسبه الكوليسترول والتريجليسرايد اللي هن ممكن يتراكموا على القلب نسبه، يعني بتلاقي لانه بتقولي زيت زيتون بتلاقي الكثافه فيه. لا هي كمان مقادير معينه صح. هو كبديل افضل من غيره. شوفي نور نحن لازم ناخذ من 20 ل 30% من كل شيء بنفوته على جسمنا بس دهون. فهي 20-30% هن دوبهم يطلعوا معلقتين زيت زيتون. ممكن اذا بدنا نحط مثلا ناكل جوزتين ثلاثه مع كم لوزه هدول بيطلعوا، هي احتياجاتنا. نحن لا بنحط مثلا اذا بدنا نفطر على الفول بنحط بالزيت زيتون، بنحط على اللبنه، بنحط على المسبحه، بنحط مثلا بكل طبخه على الغداء بنشبعها اذا ما كانت الاكله كثير دسمه هيك مبينه بخيله لانه اذا ما شبعتي اذا ما كان هيك اللون عم يلمع لمع لون الطبخه ونحن ما بنكون نحن دللناها للاكله. العشاء كمان انه بناكل ساندويشه مثلا زيت وزعتر هذا كلياتهم دهون زائدة وفائضة على جسمنا نحن ما لنا بحاجتها. مشان هيك بنلاحظ انه نحن بفصل الشتاء بنكسب وزن اكثر لانه نحن بنقول يلا عم نحرق جسمنا عم يحرق بهالبرد هي الدهون. الشغلة الاخيرة بدي نوه عليها انه نحن لازم نتناول فول الصويا. فول الصويا بيحتوي على دهون جيده، بس الاشخاص او السيدات اللي بتعاني من مشاكل هرمونيه ما فيها تكثر منه لانه ممكن يرفع نسبه البروجستيرون والهرمون الانثوي عندها بيعمل لها مشاكل. فلازم نحن ندخله ولو حفنه صغيره كل يوم من فول الصويا. جبنه الفول الصويا اللي هي التوفو كثير عنصر غني جدا بس بالدهون الجيده. ففينا نحن نستبدل الجبنه البيضاء الغنيه نسميها دهون صحيه دسم تمام بجبنه التوفو. ممكن فينا نعملها نحن بالبيت يعني سهله بتنعمل. فينا نستبدل يعني لمجرد بدلنا الجبنه البيضاء بجبنه التوفو هي نحن قللنا نص الكميه من الدهون اللي عم تفوت على جسمنا. اتمنى هيك نكون قدمنا يمكن معلومه مفيده لكل الناس اللي عم يتابعونا وقديش فعليا فينا نلتزم بهيدا الاسلوب الغذائي الصحيح. احنا الختام نتوجه لك بتحيه كثير كبيره على وجودك معنا الدكتوره نور مانسترلي. شكرا كثير لك. شكرا نور. شكرا ليا وكل عام وانتم بخير وان شاء الله تكون هي السنه حلوه علينا وتكون بيضة علينا وعلى جميع. يا رب وان شاء الله الفرح لقلبك. شكرا. يا رب تبقوا بالف خير وصحتكم تبقى بالف خير. ميرسي كمان. شكرا كثير لك وقلبنا يضل بخير نحن وكل الناس.